التغريدات هذه تغريدات الجمهور اللي كانت أمس بعد حملة المقاطعة. طيب أبو دعيرم في شيء حاب تضيفه؟ لا أنا انتهيت، بس انتهيت. أتمنى أن تستمر حملة استعطاف هذه. أيه. والله راح ينكشفون على الحقيقة. طيب. فهد كان في هذه الحملة، لكن كان في أسماء ليست متواجدة. الشيخ دحام الضحيك، النابغة مالك أبو لبن، الأنيق سلطان الصباح، الهادئ بندر المطيري، المشاغب بن مساعد زاهب، نجم الليلة متعب تايب، والمحترم جدا والمؤدب في حضوره دائما وأبدا عبد الله الزهراني. هذه الأسماء لماذا لم تكن متواجدة؟ طيب أولا الله يحييك أستاذ علي في هذا اليوم المبارك، أحيي بك هذه الحلقة الجميلة الرائعة، أحيي بك كذلك نفسي، ومرحبا بمسألة. الله يحييك، حياك الله أستاذ تركي. أمس صدر تصريح خطير جدا من أحد المتسابقين. يقول من أحد المتسابقين اللي هو حمد المري، وقال وقال الناس اللي ما كانوا معنا ما فيهم خير. طيب خلنا نشوف المقطع ونرجع من جديد عشان ما يقال أن فهدم عيال هو أول. نعم نعم. وندخل في الحلقة في حلو. نشوف المقطع اللي ذكر فيه حمد المري بأن المتسابقين اللي ما كانوا معهم على الشاشة في حملة المقاطعة ما فيهم خير، ونذكر بالمتسابقين اللي ما كانوا معهم: دحام الضحيك، مالك أبو لبن، سلطان الصباح، بندر المطيري، مساعد زاهب، متعب ثايب، عبد الله الزهراني، حمد المري. هذا اللي وصفهم بأنهم ما فيهم خير. نشوف المقطع ونرجع من جديد. قاطعنا الفقرة، ولكن احنا ما قاطعناها لا لأسباب. من الأسباب أني مستحيل حتى لو جاء حمد كلام طيب منهم، مستحيل اني اخلي اخوياي وانا معهم في السراء قبل الضراء. هذا واحد، او الضراء قبل السراء. المهم انكم فهمتوا قصد حمد، انا عفوي جدا. الشيء الثاني اللي بيشط على اخوياه هذا ما هي خير، وانا معهم في شر قبل المقطع من باب التأكيد لكي ما يكون في هناك لبس عند بعض المتسابقين. طبعا هذا المقطع بالأمس في الليلة الغبراء. نشوف المقطع ونرجع لكم من جديد. ارفعوا لنا صوت السبيكر هنا. ايوه نفس المقطع. يلا قاطعنا الفقرة، ولكن احنا ما قاطعناها لا لأسباب. من الأسباب اني مستحيل حتى لو جاء حمد كلام طيب منهم، مستحيل اني اخلي اخوياي وانا معهم في السراء قبل الضراء. هذا واحد، او الضراء قبل السراء. المهم انكم فهمتوا قصد حمد، انا عفوي جدا. الشيء الثاني اللي بيشط على اخوياه هذا ما هي خير، وانا معهم في شر قبل الضراء. اللي بيشط عن اخوياه ضمنيا، بالرغم ان فيصل نياف وفيصل بن عبيد كانوا موجودين معهم في الجلسه، ما قدموا اعتذار ولا قدموا اسباب المقاطعه، مشوا. اي ما فيهم خير. اسلم يا فهد. هم الاثنين ما فيهم خير، فيصل نياف فيصل عبيد، والبقيه الاسماء بعد. بالنسبه لدحام الضحيك الذي لا خير فيه، والنابغه اللبني الذي كل الخير فيه، وسلطان الصباح الذي لا خير فيه، وبندر ومساعد ومتعب وعبد الله الزهراني، هذول كانوا معكم في المقاطعه امس، بس ما حضروا معكم الاعتذار. ليه؟ ليه؟ كانوا يصورون فيديو كليب. هو ايش ادراه انك بتسوي، ايش ادراه انك بتسوي الوقوف الساذج، موقف السخريه ليله البارح، حتى تقدح فيهم يا استاذ حمد بهذا 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 المنظر. ماذا كان يصبو اليه حمد المري في هذا؟ كانت هذه تميره ان من غاب عن هذا، لان لو تلاحظ ان الذين فقدوا من ذلك الاجتماع هم مجموعة لوحدهم ضد مجموعة حمد المري التي صرحت عنها في تويتر، اللي تحت سقفها صقر ومصعب وحسين العبان ومجموعة كلهم موجودين. فريق دحام، فريق حمد، فريق دحام كانوا كلهم يصورون، كانوا عندي ورا، انا كنت اصور وياهم، يصور فيديو كليب في العمل اللي انا قاعد اصور وياهم عشان جمهوري، عشان جمهوري، عشان جمهوري يشوفني، عرفت؟ كان هذا قدح في غيابي. أنا أعتقد لو أن دحام موجود لرفض هذا الموقف المثير للسخرية والمثير للإشمئزاز رفضا قاطعا. صحيح. يعني أنا قاطعت. لماذا أنا ألجأ للتبرير؟
صحيح. أو لمن أبرر، لأني إذا كان أنا مقاطعتي أو الأسباب اللي قاطعت عشانها ظاهرة على الشاشة كما سبق وذكر أبو سالم، فالناس شافت وخلصنا. صحيح. ليش أروح أقعد أقول أنا قاطعت عشان كتاب؟ الناس شافت قاطع أصمل. كذلك هذه النقطة الأول. النقطة الثانية اسمح لي، الله يخليك لي، النقطة الثانية حاضر. أنا حضرت في محل الشباب، حلو، فأنا بقول عن الشباب خلاص كلامنا واحد. صح. يقولوا لا غاب من الناس جديد إلا الآخر وراه، والطارف من الناس جديد. أما آتي ونحضر عددنا 15 ويغيب عنا 4 ويسحنن 2 ثم لما خلصوا الشباب وبقي 4 معي، أقول ترى واللي ما هم معنا الآن ترى ما في خير. طب واللي طرفهم فيصل هدلان أعلن بأنه هو زعيم هذه المقاطعة ومررها للناس، بعدين قال فرصة سعيدة بروح أشوف ردة فعل الناس في التاج. الغريب الغريب وين؟ وفعلا ترى الناس أخذت بقول فيصل هدلان أن الجميع تبع، وأن فيصل هدلان هو اللي ساق عليهم، وأن المقاطعة كلها عشان فيصل هدلان. والله زعلان فيصل هدلان ضبط خطته حرفيا، جاء قال أنا اللي مسوي المقاطعة وأنا اللي فكرت فيها وأنا اللي قلتها، وأخويا وقفوا معي 24 سبيك ذهبية حديدية. فأنا ودي أعلق في فكرة ليش تحاول تجبر زملائك أن من يبتعد عن صف معي هو تقصد مخطئ. مين بالضبط؟ حمد المري. حلو. السؤال الأعظم هو واضح أن حمد رمى هذه الكلمة يعني محاولة تحجير أو تحجيم بعض الزملاء اللي ممكن يفقدوا الصف. ليه؟ نرجع بالشريط شوية وراء. أبو لبل البارح ليش جاء هنا؟ ليش؟ عشان يثبت أنه ليس معهم في المقاطعة. أبو لبل البارح أكرمكم الله وسلم الملائكة أتى يحضر حذاء من هنا، تمام؟ لما جينا سألنا المقاطعة وش قال أبو لبل؟ قال أي مقاطعة؟ صح. فالحديث والكلام يعني جلياً عن أبو لبل، مو عن أي، مو عن دحام ولا عن بندر ولا عن أي أحد ثاني، لأنه كل الجميع يدرون أنهم يصوروا، مستحيل ما في اي خيار في القريه يدور. طب ليش ما قال انهم يصورون؟ هو ما قال انهم يصورون. ليه؟ ما يبغى يقول انه ابو لبن، ما يبغى يقول انه انا اقصد ابو لبن. ليه؟ لانه ابو لبن بين شبله في البث. لا، ابو لبن كان يصور، كان يقدر يقول صورون وهباه فضفض. اوكي، يعني عيني وراسي. بس ابو لبن الوحيد اللي صرح البارح في الليله اللي ذكرها تركي، اي مقاطعه الليله المشكله، قال اي مقاطعه، كان حاط ستايل. انتم تقصدون ايش؟ يعني كانه يستنكر انتم تقولون شيء احنا ما سويناه. يعني الرجل يستنكر بالرغم أن أبو لبن كان حاضر في النقاش والاحتدام اللي كان حاضر بين صقر وبين دحام في باب الهنجر. السؤال الأعظم للشباب، السؤال، يعني ما عندي مشكلة أنك أنت تقول والله بقاطع تركي موسى أو بغزعل من تركي موسى أو ما ودي أحضر مجلس تركي موسى أو ما ودي أحضر بيته، لكن تخيل يقولك والله ليش ما تحضر مثلا عزيمة دحام ولا عزيمة مثلا فلان فلاني في بيته، تقول والله عيالي يكسرون بيض على سيارتي كذا في مجلس الحارة عند الجماعة وعند المسجد. تخيل جماعة الحارة شو نظرون فيك؟ يا صغر عقلك، عقلك مرة صغير، أطفال يلعبون. يعني حتى التبرير خطأ. يعني أوكي، أنت تبرر البارح من ضمن التبريرات الشباب اللي هنا والله يذكرون بشيء مو فيني وهم يتكلم. هذا في تصميم نزل حمد المري وهو يقول أخويانا ما فيهم خير، معليش. فودي أرجع في سالفة ليش تعيد تكرار الموضوع كامل إنهم سووا فيه وسووا وحطوا وفعلوا. الجمهور تابع معنا كل الحلقات الماضية. السؤال الأعظم للشباب كامل، هذا الشيء اللي صار آخر الهوى هو استعطاف وحشو، هو يحاول يحشي الموضوع إنه يعني هو البارح يعتقد إنه وشو إحنا من هاي الجمهور المصري يغلط عليه. هو ما يدري ان احنا نطلع منين نقفل جوالاتنا نروح نسهر في البيت، يتوقع ان اخر همنا الجمهور. ودي اوضح للشباب، اوضح بشكل سريع عشان نروح نقفل. احنا هنا نطلع اللي على الشاشه من تناقضات. صحيح. الان حمد المري سؤال، من تقصد في كلمه من شذ من صفنا ما في خير؟ طيب من اللي ما في خير؟ حلو. بنشوف مقطع لخروج فيصل بن نياف وفيصل بن طوالة اللي كانوا جالسين اللي معهم اللي ما فيهم في الجلسه. خلينا نشوف المقطع ونرجع من جديد، واللي يبين لك ان فيصل ليسوا تبع وكانوا ضد هذا الكلام وضد هذا التبرير، لأن يعي جيدا أعرف يعني عقلياتهم أكبر من هذا الحدث ويعني وأكبر من هذا السخف اللي ظهر أمام الشاشة. يعني المقاطعة الاندومي أسرع من مقاطعتهم، ما بدنا نخلص اللي رجعوا يعتذرون عشان المقاطعة. سم مقاطعة ضد سبعة اللي هيضهم وشيشهم فيها أبو عمرة، تمام؟ تعرف الرياكشن ذاك البس لي لا شيء شو هم البارح الخبل لا شيء يعني ابو عمرو بن خير في زد سبعه قاطعونا في اليوم 77 وانا حاضر اليوم 77 وكان ند كانوا ند لنا وكانوا فرسان معنا.
كان فعلا يحضرون في الكوفيشن روم كن العم عم بلوت تحت الهواء لانه فاهمين. خلني اوريك لقطه من الكوفيشن روم عشان تعرف الفرق. ورونا اللقطه من الكوفيشن روم عشان تعرف الفروقات يا جماعه اللي احنا وصلنا عشان تعرفون كيف انه احنا مستائين من هذا من هذا الشيء ومن اللي قاعد يصير في النسخه. ولا ننكر ان في اسامي هنا نعول عليها. شوفوا شوفوا قمه السخف من المتسابقين في ظهور هذا الشيء. طبعا هذا الشيء هو من يعني يمثلكم لان تواجد هذا فعلا والله كويس ترى المنكان هذا اكثر من التفاعل فعلا حضوره اكثر حضر لعل المنكان هذا او الدميه أكثر, اكثر 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 ادبا من صاحب الاسم المكتوب. رد انا طيب. بتناقش يا المنكان انا بكلم طيب. لا يغلط عليك لا ما والله محترم صدق والله انا طيب ارجع للجاكيت هذا ابو دعير محاب انه يتناقش معك تفضل يا حبيبي ايش فيك منو من اللي مكاتب عليك مساعد الزهاب ها مشكلة دق المنكان اكثر من دق مساعد الزهاب شفت كيف ليش العرض حق احلى انا لا خاف يطلع يبرر صح في نقطه بس رساله يمكن جول. الشباب مو فاهمين الكوفيش روم مش غرفه تبرير لك ولغيرك كوفيش روم اسمها غرفه اعتراض احنا نجيب محور اذا اخطات بنحاسبك عليه اذا اخطأ عليك راح نوقف وياك صحيح هذه النقطه الثانيه النقطه الثالثه يا اخي عندك 24 ساعه من الساعه 12 لين الساعه 3 فجر يا اخي برر وبربر على كيفك يا اخي ما حد كيفك برر بعد الفقر على كيفك يعني في تناقضاتهم كذلك يمدحون الفقر يمدحون الفقر بعدين يرد الحين يقاطع بعدين شوف ضيع في واحد بيجي مكان المانيكان هذا ايه؟ بعد كم يوم انا 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 حاب اقول كلمه قول. انا في بدايه البرنامج صرحت تصريح ان حمد المردي سيقف خلف مشاكل هذه القريه مستقبلا واعتقد انه فعلا بدت تتحقق رؤيتي ان حمد المردي هو من يقف خلف مشاكل هذه القريه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه وهي المهمه اكتشفنا امس ان فيصل بن هدلان لا يهمه زملائه صحيح. الدليل انها اخذ المشهد عليهم شمع الخيط وهرب ما وقف حتى ما انتظر ما انتظر حتى إذا يتحدث آخر شخص. الأمر الثالث والمهم أعتقد أنه لو كان دحام الضحيك حاضرا في هذا الموقف لرفضه رفضا قاطعا لأن هذا موقف مثير للسخرية. علمنا من هم الأشخاص اللي ما فيهم خير هم الاثنين اللي انسحبوا أبو لبن. أبو لبن هو الخير بحد ذاته إيه؟ ولا عزاء على الغام. طيب. أنا صراحة أرحم فيصل هدلان لأنه يتعب لأنه يدور اسمه في التاج. طيب. في ثلاثة في النسخة فيصل. فيصل من هدلان فيصل آل هدلان فحاول يبحث أشياء كثيرة. طيب نشوف فيديو الانسحاب ونرجع لكم من جديد. لكن حنا ما حضرناها لأن الشهادة بدأ صار يمسنا ولا طلعنا بالصورة الزينة لكم. أما أنك تأول الناس علي وتقول فيني وتقول فيني ما يعني وتقول فيني ما لا يعني تخلي شجاعتك تقولها في وجهي حتى بنعطيني حق. من يتحدث عن الشجاعة اليوم هم خارجين المواجهة. في مقطع حق إبراهيم أبو فمين لما ذكر بالله شفت السحاب لا يعني شفت إيه؟ السحاب التكتيكي وبنرجع نعلق على السحاب التكتيكي بس ودي اردفه بالمقطع وارجع لكم من جديد. اوكي يوم كمل الكلام تدري ايش قال؟ انا ما يهمني تمدحوني تسبوني ما عندي مشكله. اي لا انا ما يمدحوني. ايش تبي انت ايش تبي؟ والله لازم يقعد هنا نفسه ضروري يقعد هنا نفسه. شجاعه ولا تبغى يمدحون يسبوني؟ ما ادري يا اخي ما دخل احنا الان على البث هي ضايعه على السي سي تي في وعلى جاكو وعلى اليوتيوب على اربع منصات وين احنا شجعان يا اخي اي مقاطعه تبين من الادوات اللي تستخدم في المقاطعه. امس جايين يلعبون قاري هنا قاعد يفطر بقاري سيكل جاي يفطر بسيكل يعني مظاهر مقاطعه يعني خلينا نشوف المقطع ونرجع من جديد. يا جماعه استمتعوا في المقطع والله اجمل مقطع في هذه النسخه. شوف المقطع قال ايش قال لا ايوه قال انا ما بجاوب عليك كذا بس انت سلمي طيب. قلت يا اخي هذول سبايك اقسم بالله سبايك. قول من ايش؟ قول من ايش؟ قلت انا مع 26 سبيكه. ايه قول سبايك من ايش؟ ذهب ابو عزوز. ايوه قال من ايش؟ قلت سبايك ذهب. لا لا المغزى اعد والله تستاهل ابو عيان كل واحد لكم له اعاده. تي 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 دراسه
قال لا ايوه قال انا ما بجاوب عليك كذا بس انت سني بالطيب. قلت يا اخي هذول سبايك اقسم بالله سبايك. قول من ايش؟ من قول من ايش؟ قلت انا مع 26 سبيكه. ايه قول سبايك من ايش؟ ذهب ابو عزوز. ايوه قال من ايش؟ قلت سبايك ذهب. لا لا المغزى يكتك مثل مقطع العمر يقول له المعنى في بطن الشاعر. اسألني سبايك. اسألني سبايك ايش؟ سبايك ايش؟ انا مع 26 سبيكة هذه. لا لا شفتوا دايما قال يا اخي كلهم سبايك. انا مع 26 سبيكة. السؤال بالبنط العريض لكم زملاء النقاد، لماذا ابراهيم ابو فمن ينضم لحزب السبايك بالرغم انه في الكوفي شروم قال انا شخص اخذ رايي من راسي وما اتكلم عن البقيه؟ طبعا شفنا امس كيف دا انضم فمين مع السبائك الذهبيه ولا ما انضم؟ تدري شنو اشكاليه في المقاطعه؟ فاهمين على قلب واحد غلط. حلو هم لو يفهمونها صح تلقى كم واحد الراشدين فيهم العقلي راح يستوعب. هل في راشدين؟ ان شاء الله انه فيه. ان شاء الله يا رب. راشدين يدرون على قلب واحد مو تقط نفسك في البحر. كنا نقط نفسنا في البحر غلط. صح يا اخي. الله سبحانه وتعالى قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الان الاستاذ يعني في مثل يقولون يا اخي دعيرم قال من خاوى المصلين صلى. ابراهيم ابو فمين من خاوى السبائك تسبك منهم. دقيقه يقول انا الكلام انا قلته. يقول دعيرم والله كلام نقل عن تركي. وش هي عادي. اوكي لا قال دعيرم كلمه قبل شيء تحت الهواء قال هم مو هم متحدين هم متفقين بس مو متحدين ومتحدين مو متفقين. لا صحيح متحدين بس مو متفقين. يا سلام. يعني هم محاولين يظهرون قدام العالم نحن متفقين ونحن نعلم ان خارج الهواء في طحن. طيب في طحن بين بعض. ان اذا دارت رحانا مع رحائهم. تبي تشبيه مناسب. إيه؟ تشوف المصارعه الحره. إيه؟ مو في مرات تصير تاك تيم اثنين. إيه؟ مع بعض يتصارعون مع اثنين تاك تيم لابسين نفس اللبس. صح. نعم. هذول حنا الصوب الثاني. بعدين هذول اذا فزنا عليهم شو يصير؟ يتهاوشون بينهم. هذا الحاصل. هذا اللي صار. قسم بالله تشوف مو احنا نفوز عليهم هم يتهاوشون. بس السؤال يا جماعه لماذا؟ تكفى شغلنا المقطع آخر مرة. تكفى يا حبيبي. ارفع صوت السبيكر. تدري ايش قال ايش قال لا ايوه قال انا ما بجاوب عليك كذا بس انت سني بالطيب. قلت يا اخي هذول سبايك اقسم بالله سبايك. قول من ايش؟ قول من ايش؟ قلت انا مع 26 سبيكه. ايه قول سبايك من ايش؟ ذهب ابو عزوز. ايوه قال من ايش؟ قلت سبايك ذهب. لا لا المغزى يوم قال يا اخي هذول سبايك يا اخي افهم. يقول اسالني عشان ابرر. يقول اسالني عشان ابرر. والله ما شاء الله تبارك الرحمن يا قوتكم يا جماعه 9000 البث المباشر والجماعه هنا 26 سبيكه ذهبيه لا يستطيعون جمع خمسه تسعه تسعه مو سته تسعه 9000 وش حاب تقول لهم ابو دعيرم؟ 18000 عين ثمانية. اسمع طبعا هذا بس في اليوتيوب. اسمع من الشجاعة انه ما يقول هالكلام قدام. اي شجاعة شجاعة يقوله قدام 18000 من اللي يقوله؟ نواف الشرعي. نواف الشرعي يسلم نفسه والله. والله يسلم نفسه والله العظيم. يعني ما شاء الله اليوم في محاور كثيرة. خلونا نشوف يا جماعة. اقول لك شيء. امس ليلة الان العرب اسمع بالله دقيقة سؤال مو بلب البارح يقول اي مقاطعه وين اليوم؟ وين هو؟ هل انضم مع السبائك؟ هو اكبر سبيكه ذهبيه. اسمع الان العرب ما هي تقول سنه الجوع. سنه الجرب سنه العطش سنه المطر. امس ليله السخريه نسميها. نؤرخ زد رصيدك من ليله السخريه نسمي ليله سخريه واحد ليله سخريه اثنين ليله سخريه. لا لا حرام عليك. مثلا نسمي زد سبعة نسخة المحزن مليان. النسخة هذه نسخة السبائك. لا انا نسخة الذهبية. الذهبية يا سلام. بس يغيرون الهاشتاج زد تبريرك. تبريرك او زد سبائك الذهبية. زد تبا بالله يا اخي مقطع. لا 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 كذا كثير كذا كثير. لا 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 كذا كثير. ما قاعد اقول
كيف سؤال ابراهيم ابو فهمين بالله والله تشبيهه يقول انا مع يبي يقنع اللي قدامه مو بيفهمون يا اخي يا انا مع 26 سبيكة اسألني قل لي ليش في البداية يقول يا اخي شبايك انا مع 26 سبيكة خلاص واضح انه يعني خلاص بعد سؤال شفت وجه امس يوم حس بالغدرة يوم لا بالله ما شفت وجه بينهم في الاخير هو ورا ليش ليش لان كشفناه ويقرا الفهرس ما كان فهرس وكتاب مقلوب فهمت ما يصلح يا ابو فامي واخر ضحك وطلع الندر انكشف طيب نشوف المتفقين غير المتحدين مزاعد ذهب وكلامه عن المطعم وزملائه في غياب نواف السند نشوف المقطع ونرجع من جديد